أولاً حساب مساحة سطح مستوي محدود، أولاً حساب مساحة سطح مستوي محدود من أجل السطح المستوي المحدود الموجود على المستوى الإحداثي. سوف أميز أربع حالات لها، وفي الحالات الأربع سأفرض أن الدالة المستكملة مستمرة على المجال المغلق والمحدود AB. أقول في الواقع لحساب مساحة سطح مستوي محدود سوف نميز أربع حالات للسطح، وفي الحالات الأربع سنفترض أن الدالة المستكملة FX مستمرة على حدود A. في الحالة الأولى طلاب، السطح يقع فوق محور الـ OX ومحصور بالخط البياني C للدالة المستكملة F ومحور الـ OX والمستقيمين الشاقوليين X يساوي الـ A وX يساوي الـ B كما هو موضح لدينا في هذا الشكل. انظر، السطح هذا هو محصور البيان C للدالة ومحور OX والمستقيمين الشاقوليين X يساوي الـ A وX يساوي B فتساوي التكامل من A إلى B لـ FX بDX. في الحالة الأولى السطح يقع فوق محور الـ OX ومحصور بالخط البياني للدالة F ومحور الـ OX والمستقيمين الشاقوليين X يساوي الـ A وX يساوي الـ B. دائما السطح المراد دراسته راح ينحصر بين مستقيمين شاقوليين. الأولى لما يكون السطح تكامل من FX، ماذا؟ لأنه على المجال المغلق والمحدود AB تكون الدالة المستكملة موجبة، يعني FX الوايات راح تأخذ قيم موجبة على المجال المغلق والمحدود AB وتكامل الموجب حصل على مساحة، والمساحة بتعبر عن قيمة موجبة. هذه هي الحالة الأولى. لنتناول مثال من أجل الحالة الأولى. انظر إلى المثال. يقول المثال: لتكن لدي F الدالة المعرفة على المجال صفر المغلق حتى الزائد لا نهائي بالعلاقة FX التي تساوي جذر X وخطها البياني موضح بالشكل. أعلم أن الخط البياني لدالة الجذر التربيعي دائما يكون بهذا الشكل، هذا C الخط البياني للدالة الجذرية، C الخط البياني لجذر X. انظر، احسب مساحة السطح المحصور بالخط C للدالة F ومحور الـ OX والمستقيمين الشاقوليين X يساوي الواحد و X يساوي الأربعة. انظر، بدي مساحة السطح هاي S، مساحة السطح المحصور بالخط C للدالة F ومحور الـ OX والمستقيمين الشاقوليين X يساوي الواحد و X يساوي الأربعة. انظر للشكل، الشكل رسمناه، هذا هو الخط البياني لجذر الـ X. أريد مساحة السطح المحصور بالخط C ومحور الـ OX والمستقيمين X يساوي الواحد و X يساوي الأربعة. إذن أريد مساحة السطح المحصور بالخط C ومحور الـ OX وهذين المستقيمين. أنظر إلى هذا السطح، هذا السطح يقع فوق محور فواصل أم تحت محور فواصل؟ أريد الإجابة. فوق محور الفواصل. فوق محور الفواصل. ممتاز، لأن السطح يقع فوق محور الفواصل تكون المساحة التكامل من A إلى B لـ FX DX، يعني أنا أمام الحالة الأولى. أقول الحال من الواضح أن السطح المطلوب مساحته يقع فوق محور الفواصل، وبالتالي S المساحة تساوي التكامل من A إلى B لـ FX BDX. بما أن السطح يقع فوق محور الفواصل، المساحة S تساوي التكامل من A إلى B لـ FX BDX. مجال التكامل طلاب راح يكون من أين إلى أين؟ من 1 إلى 4. ممتاز، والدالة FX راح أعوضها. انظر،
اس تساوي التكامل من الواحد للأربعة لجذر اكس بدي اكس بدي كامل جذر الاكس حول نص كسر واحد تكامل اكس اس ار واحد على نص زائد واحد باكس نص زائد تساوي 2 على 3 باكس اس 3 على 2 2 على 3 باكس اس 3 على 2 بين الواحد والنعم برجع الاس الكسري الى الجذر اكس اس 3 على 2 هي الجذر التربيعي لاكس مكعب 2 على 3 فيني خليها جوات القوسين فيني طالعها برا القوسين نعم 2 على 3 بجذر اكس مكعب انظر 2 على 3 طالعتها برا وعوضت جذر الأربعة للتكعيب 64 جذر التربيع ال 64 راح يكون 8 ناقص الجذر التربيعي لواحد للتكعيب يعني جذر الواحد والتي تساوي انظر 2 على 3 ب 8 ناقص 1 يعني 2 على 3 ضرب 7 2 على 3 ضرب 7 والتي تساوي 14 على 3 إذا لما يكون السطح يقع فوق محور الـ OX نعم عندئذ المساحة هي تكامل FX بـ DX واضح طلاب؟ نعم أستاذ نعم أستاذ واضح